وها قد صرت نائلة. يا سلام، ومين بقى نائلة دي؟ نائلة؟ نائلة هي أم الحضرة الكبرى، ومن رآها فقد اقتربت ساعته، تأتي لتنادي من دنا أجله ليلحق بها إلى العالم الآخر. كل من بالحضرة يؤمن أنه سيراها قبيل موته، تمتطي صهوة جواد وتوق من ناحيته، ومن رآها يفر جاهدا منها لينجو من الموت. هذا إن استطاع. موت ايه يا عم؟ انتوا هنا في وادي الجن مش بتموتوا اصلا. زوال الموت في الوادي لا يعني زوال خشيته. لقد بقينا هنا لنفر من لقائنا الى بالخارج. اي فرارا من الموت. دي اسطوره غريبه جدا. ودي كيف هتساعدنا على الهروب؟ كل شيء باوان وعندما يحين الاوان تعرفوا. سوري يعني انا هلا اللي بفهمه ان انا صرت رمز للموت. شو انا ناقصه؟ لا والله بس احلى رمز للموت في وادي الجن كله. بلا سؤال يعني انتوا بتموتوا هنا عادي يعني زينا؟ كل ما يجري لكم بالخارج يجري لنا هنا. وان اختلف الامر فلا يجري لنا هنا كما يجري لكم هناك. حتى الموت. زكريا بشرفك للالغاز، ما تحكي عربي مثلنا طيب. نائلة تعالي. اوكي.